حديث إشراق اليوم مشاهدينا مع الدكتور سامر عمران، أكاديمي ومخرج مسرحي. مرحبا بك دكتور. هلا بك. أنا في البداية دكتور أعود بك قليلا إلى الوراء لنتحدث عن مجال الدراسة واختصاصاتك. في طروحة الدكتوراه تحدثت عن الجسد الفراغ، تخصصت كذلك في الإيماء والقتال الفني. اليوم في هذا الوقت تحديدا نتحدث عن الجسد وأهمية توظيف استراتيجيات الجسد إلى جانب الإيحاء بالنسبة للعمل المسرحي. يعني لما بداية أنا خريج المعهد العالي في المسرحية بدمشق قسم التمثيل، بعدين سافرت عملت دورة بألمانيا، يعني بمجال بيسموه بوثو على تاداشي إندو، هذا يعني هي مثل المدرسة أو توجه فكري يعني، واستفاد منه المسرح بالمجال الحركي. بعدين طلعت على بولونيا، سويت إخراج وسويت هذا التخصصات في الإيماء والقتال الفني. الجسد هي يعني واحدة من أساسيات أدوات التعبير عند الممثل. فلما كان مخرج بدك تشتغل على ممثل في عنده صوته، في عنده انفعاله، في عنده جسده، ما هيك؟ بالفهم الجديد للمسرح، الجديد بمعنى من 50 سنة الأخيرة يعني، مو الجديد مبارح، أصبح الجسد يعني أداة أساسية للدلالة وللمعنى يلي ممكن انه نحن نشتغل عليه كمخرجين او كممثلين. وبالتالي باعتقادي يعني هو شيء رئيسي، بغض النظر عن انه لا اعني بهذا الكلام مجال يبدو وكانه يعني مثلا الرقص او الرقص التعبيري او الايماء، لا، حتى ابسط اشكال الجست او التموضع الجسدي بالفراغ يعني هو لغة يجب البحث فيها، وهي يعني مادة أساسية لفهم دلالات العرض المسرحي اجتماعيا. يعني دكتور نتحدث عن الجانب الأكاديمي، اليوم العديد قد يميل إلى فكرة الموهبة التي لم يتم التعديل عليها أو لم تدخل إليها مثلا دراسات أو مساقات أكاديمية تغير من الشيء العضوي الموجود في المسرح. اليوم كأكاديمي كيف ترى ذلك، هذا التمازج ما بين وجود موهبة وتخريج أجيال أكاديمية في العمل المسرحي؟ هلأ أنا مؤمن بأنه أي حرفة، أي مهنة، إن كانت فنية وغير فنية، هي تتطلب موهبة. إن كان في الطب ولا في الهندسة ولا بالفنون، هي تحتاج لموهبة خاصة بهذا الاختصاص. يعني بالفن لا شك انه الفن علم، صحيح انه نسبي او يقال يعني فن غير صحيح او متغير، لكن هو علم. هلا هذا العلم يمكن الحصول عليه بطرق عديده، منها اكاديميه، يعني بانك انت تخضع للعمل الاكاديمي الكثيف بسنوات الدراسه، او يمكن ان من خلال تجربتك مع المحترفين انك انت تنال العلم. لكن هو مهم جدا انه تخضع للتجربه العلميه، لأنه هي اللي بتطور أدوات تعبيرك، وهي اللي بتفتح لك الآفاق، يعني إن كانت الفكرية وإن كانت التعبيرية، يعني لحتى تحسن تعبر عن 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 حالك وعن الآخرين. فأنا بالنسبة لي مؤمن بالعلم جدا، يعني التجربة وبالعلم ما في شيء حمانة موهوب، يعني هي هن مرتبطين ببعضهم، لأنه أنت لحتى تخضع للتجربة العلمية يجب أن تكون موهوبا بالأصل. يعني بالأكاديميات في امتحانات قبول شديدة الصعوبة، يعني وعلى الأقل عنا في سوريا، يعني اختبارات القبول يعني تمر في مراحل عديدة، يعني 1000-1500 متقدم ممكن يعني يتحولوا ل50، بعدين ل25، حتى يتم انتقاء 12-15 شاب للدراسة. وبالتالي الموهبة هي بديهة، يعني هذا شيء طبيعي الأساسي اللي يجب أن يتحلى فيه الفنان. لكن الجانب الأكاديمي هو تطوير هذه الأدوات، تطوير الآفاق الفكرية والذهنية، الجسدية، الانفعالية، الخيال، التركيز، فهو مسألة جدا مهمة. وأعتقد أنه تطور مجمل الفنون هو ارتكز على التجربة العلمية. يعني
أسست دكتور كذلك قسم التمثيل وتحرص دائما أن تشارك الطلاب خلال مشاريع التخرج. كذلك اليوم ما هي المخرجات الأكاديمية التي يحتاجها المسرح العربي بشكل عام؟ هلا أنا عندي وجهة نظر شوي يعني هيك متطرفة يعني حول فن الممثل. يعني يقال فن ممثل للمسرح وفن ممثل للتلفزيون وفن ممثل للسينما. لا لا، التمثيل هو التمثيل يعني، لكن النوع الفني هو يقرر طبيعة هذا التمثيل. يعني تقنية تختلف بين المسرح والتلفزيون والسينما، وبالتالي يعني مجمل ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية أو الآن بالفترة الأخيرة من الأكاديميات الأخرى اللي تم يعني افتتاحها في سوريا ظهرت مواهب مهمة جدا. هلا نحن بالنسبة لنا يعني بالمنطقة العربية قد يكون ظاهر هذا بالتلفزيون أو ما يسمى الدراما التلفزيونية لأنه في فرصة للشهرة فيها أكبر، لكن هم موجودون أيضا في المسارح وعم يبتكروا أعمال فيها البحث على مستوى الشكل اللي كلبوس يعني لمضامين هن عم يفكروا فيها كجيل جديد. أعتقد أنه هامة، وأعتقد أنه من الضروري بمكان أنه توصل لكل مناطق الوطن العربي. مهرجان من هذا النوع اللي عم نسوي فيه هو فرصة، مو هو بذاته يعني، ولكن هو فرصة لهذا النوع من إمكانية استقبال هؤلاء الخريجين اللي عم يطلعوا من هدول الأكاديميات. أنا مؤمن فيهم جدا، ومؤمن بأنه هنن عندهم وجهة نظر قد نختلف قد نتفق معهم فيها، لكن هي يعني طازجة وهي حقيقية ونبيلة وربما يعني بجرأة بقول لك أنه جديدة. ماذا عن التخصصات الفنية دكتور؟ يعني البعض قد يقول أن في عالم المسرح الأغلب يريد إما تمثيل أو إخراج، أما بالنسبة لما وراء ذلك عندنا الديكور، الإضاءة، المكياج، الموسيقى وغيرها. اليوم ماذا يحتاج أو كيف نرفد المسرح العربي بمثل هذه التخصصات بشكل أكبر؟ هلا بالمعهد العالي في المسرحية في دمشق في عندنا كل الاختصاصات، يعني إضافة للاختصاصات يلي الكل بيحلم فيها، يعني تحديدا التمثيل، في التقنيات المسرحية يلي بيسووا فيها تصميم إضاءة وصوت، في السينوغرافيا يلي فيها قسم الديكور يعني والأزياء وكل هذا الجانب، في قسم البحوث والدراسات المسرحية، في قسم الرقص التعبيري يلي عموما يعني يدخل إليه من تخرج من مدرسة الباليه أو من المدارس الأخرى يلي فيها أنواع أخرى من الرقص. وبالتالي التقنيات العامة يلي يحتاجها العرض المسرحي يفترض أن يكون هناك متخرجين متخرجون من المعهد يعني لشغر هاي الأماكن. هلأ موضوعة أنه والله يعني الكل بده يصير ممثل، ما هو كل بتحب تصير نجوم يعني، هذا وهذا حق يعني بالمناسبة، لكن لا شك بأنه يعني علينا نكون أكثر وعي لمعرفة ما هي المميزات يلي بنمتلكها. قد أكون متميز أكثر في مثلا في خلق صورة ضوئية، وبالتالي إذا بصير مصمم إضاءة قد أكون أقدم أكثر للمسرح من أني أكون ممثل، مش بالضرورة. هناك هي مسألة لها علاقة بمجموعة من الصفات يجب أن يتحلى فيها الممثل، أو يجب أن يتحلى فيها المخرج، أو يجب أن يتحلى فيها الباحث أو الكاتب. باعتقادي المناقشات والورشات والمهرجانات يجب التركيز فيها على هذه الجوانب، والتلفزيون بالدرجة الأولى يعني وجود حوارات من هذا النوع، يعني خليني ما بدي أقول للتوعية لكن للفت النظر حول هذا الموضوع وأهميتها. يعني ما هيك أنه نحن بنشوف ممثل لكن في جيش من صناع الفن يعني بيكونوا هنا غير مرئيين وبدون حتى هو ما بيعرف يشتغل، يعني مش كممثل وإنما لا يظهر إلى الآخرين. يعني المخرج ما حدا بيشوفه بس هو الذي يصنع العمل، الباحث ما حدا بيعرف شكله لكن هو من يبدأ بصياغة البنى الأساسية لصناعة الفن. فهن كلهم مهمين، والأعمال الفنية عموما يعني هي أعمال جماعية، يقود مخرج أو يقود سين أو عين لكن هي أعمال جماعية، والبطولة فيها للكل، البطولة فيها للجماعة،
من الشخص يلي بي 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 بيجر الشاريو على او بيمسك الكاميرا وبيعمل هيك للي بيمسك الـ 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 يعني ضوء في مكان ما او يحمل هن كلهم هدول صناع فن قد يكونوا مخفيين لكن اهميتهم ليست اقل من اهميه من يظهر. لازم نكون واعيين لهذا الموضوع بكل الاختصاصات. هي هيك انت قد تعرف من سيصنع العمليه الجراحيه لكن هناك يعني فريق كامل من العمل بالتخدير وبالتمريض وبالادويه وكذا الى اخره. اي فرد فيهم ما كان باعلى سويه في صناعه العمل بيصير في مشكله عندنا. صح يقود هذه المجموعه طبيب جراح، يقود المجموعه المخرج المسرحي، انا بصناعه العرض انا بدي اقود العرض ضمن الرؤيه العامه، لكن كل المشتركين معي بالعرض المسرحي بالرغم من انه يعني يفترض ما بمرق ادق التفاصيل يعني لا تكون نكون واعيين لها يعني، لكن كلياتهم فعاليتهم الى ذات الاهميه الى ذات القيمه لو كانت غير ظاهره يعني. وبالتالي المعاهد الفنيه كتير مهم تخريجهم لهؤلاء المتخصصين يعني. دكتور نتحدث عن جزء مهم وأساسي، ويعني عندما أقابل شخص سواء في الدراما أو حتى في المسرح دائما هذه العبارة تقال، هناك قلة من النصوص الجيدة. اليوم المخرج كيف يتغلب على هذا الجانب، على قلة النصوص في المسرح أو الدراما أو حتى السينما؟ هلا في يعني هي حقيقه يعني انه نحن انا باعتقادي يعني باخذ الموضوع على الانتاج اكثر منه باخذه للشخص الموهوب. انا اعتقد انه بالمنطقه العربيه مليئه بالمواهب القادره على الابتكار وخلق نص جديد يعني يمس المجتمع او يمس جانب ما بالمجتمع يعني، وعنده القدره والحرفه انه يعمل ماده نصيه ممتازه. المشكل بالمبتدأ وبالمنتهى هو إنتاجي. أنا بظن يعني أنت لما بيكون عندك مجمل عملية إنتاجية محترفة تبدأ من صناعة النص وصولا للصورة اللي ستعرض يعني أعتقد أنه ممكن يكون موجود. بس لما المنتج عم يركض وراء فقط أنه أنا كيف بدي سوق العملية أنت عم تلغي أوتوماتيكيا يعني البحث والنبش عند الكاتب ليقدم مادة جديدة، وبالتالي أنت يعني عم تروح لقضايا يعني المهم أنه الآخرين يكونوا راضين عنا أو بدهم إياها. وهي يعني إشكالية يعني، لكن الكاتب موجود والموضوعة موجودة وتتطلب بعض الجرأة يعني من المخرج والكثير من الجرأة من المنتج يعني. ماذا تخبرنا دكتور عن تجاربك الخاصة في مجال الدراما والسينما، كذلك عملت كممثل في هذا الجانب، أخبرنا عن هذه التجارب بالنسبة لك. هلا بالواقع أنا أول ما رجعت من السفر اشتغلت باختصاصي اللي هو القتال الفني، يعني حاولت بالأعمال التلفزيونية يعني أسس لفهم كيف ممكن نعمل المعارك والقتال بالأعمال الفنية، واشتغلت الحقيقة اللي صممت ونفذت الفوارس من شي 20 سنة، أيضا صلاح الدين الأيوبي مع المخرج الله يرحمه حاتم علي، لكن ما حسنت يعني أنا والمجمل يعني ما حسنا نفرض صيغة محترفة مستدامة يعني ما هيك يكون في تقليد لوجود مجموعة محترفة لصناعة هذا النوع من الشغل. انسحبت قليلا من هذا الموضوع يعني ما عاد كثير اخذ حيز كبير عندي كممثل. الحقيقه انا ظلمت نفسي يعني بانه لما رحت للجانب الاكاديمي وانغمست فيه للاقصى يعني في مجال البحث ومجال تطوير الاكاديميات ويعني تاسيس كليه جديده الى اخره، هذا استنزفني يعني، هذه حقيقه يعني. والصناعه والعمل المسرحي يعني يلي هو يعني بالنسبة لي شغفي ما هيك أيضا استنزفني بإني بكتير أحيان ما أشتغل يعني بالتلفزيون يعني، لكن هذا لا يعني إني ما اشتغلت أو لما بيجي عمل ممكن يكون فيه شيء ما مناسب يعني على مستوى الدور أو على مستوى العمل لا منشتغل يعني لا بأس. أحيانا دكتور أعود للمسرح مرة أخرى، أحيانا دكتور
هذه الكلمة تستخدم من قبل المخرجين، أنا أحاول إيجاد حلول مسرحية جديدة أو مبتكرة. اليوم ماذا تعني هذه الكلمة وكيف نوظف حلول إخراجية جديدة في مسرح اليوم؟ هلا أنا يعني هو هذا شوي معقد، ويعني قد يكون كل واحد له وجهة نظر. أنا بالنسبة لي حاولت أبحث عن صيغة للعروض بالعموم، يعني قد أكون وفقت قد لا أكون وفقت يعني، لكن بالحقيقة كنت كل الوقت عم دور على صيغة ليس لها علاقة بالتقليد اللي تعلمناه للمسرح أو صيغة المسرح، يعني بمعنى أنه بيجي جمهور بيقعد على أريكة بينفتح الستارة أو معادلاتها، يعني هو بتم العرض على خشبة مسرح يعني وهذا لا بأس، يعني هذا يعني هذا موجود وبقوة وقد تصنع عروض ممتازة فيه يعني. لكن أنا كنت عم أقول يعني خليني أكسر هذا المفهوم كله ودور على لبوس للعروض يلي حسب العرض شو بيتطلب مني يعني، وبالتالي صرت أبحث عن الصياغ اللي يعني تتناسب مع ما أعتقده وتجعل المسرح أقرب للناس مما هو عليه إنه نكون نحن في هاي المسافة، يعني يلي أنا بقعد على مقعد وفي مسافة وبعدين بشوف الممثل على الخشبة، فيها شيء من يعني ما كتير أنا عم أشعر بأنه هو مناسب مع ما يجب أن يكون موجود بالمسرح، وخصوصا أنه يعني التكنولوجيا بالعالم اليوم متطورة إلى درجة أنه هي سبقت المسرح بكثير يعني ببساطة، وبالتالي يعني المسرح ما رح يحسن ينافس التكنولوجيا، ما رح يحسن ينافس لا السينما يعني اليوم بدعاية صغيرة مدتها 30 ثانية يعني يصنع بصريا أشياء يعني تكاليفها هائلة لا يستطيع المسرح بهي البساطة أنه يصنعها، لكن ما يستطيع صناعته المسرح كل هذه الفنون لا تستطيع صناعته، وهو الإنسان وهو البني آدم باللحم والدم، وبالتالي علي أنا قارب يعني أو اجعل المسافة أقرب بين العرض المسرحي الممثل يعني اللي عم يشتغل معي والجمهور، وبالتالي ابدأ من اني اكسر هاي الصالة، يعني انه تعال نوقف الصالة هاي ونروح لمكان اخر، لربما هذا ياخدنا لسؤال اكثر ابتكار، لقرب اقرب من الناس، ليكون في يعني لربما يعني صيغة جديدة تخلي الاخرين يصغوا اليك ويعيشوا معك ويشاركوك السؤال، قد ينجح أكثر، قد هنن يكون عندهم يعني بعض الحلول يلي ممكن تفتح لك آفاق، وبالحقيقة مع الزمن صرت أكثر جرأة بهذا المجال يعني، وسويت أكثر من عرض يعني بال 2014 يمكن عملت عرض سميته رماد البنفسج حول مجموعة من المجانين يعني، فغيرت شكل العرض وهيك وجرأت أكثر بأنه يعني يتحركش الجمهور، يصير في اختلاط ويتحول الجمهور لممثلين يعني. مسرح تفاعلي تقصد دكتور؟ يعني مو لهي الدرجة خليني اسميه تفاعلي، بس هو لا شك بأنه يعني في هذا التعشيق يعني والسؤال، لكن بحدود مسيطر عليها، ليست فقط يعني هي أنه نتفاعل مع بعضنا وهيك. قد يكون هذا مجال من المجالات اللي نبحث فيه في الابتكار، لكن يبقى الابتكار بهو بطرح السؤال بالأصل حول أنه أنا شو بدي أقول يعني أنا شو رسالتي، يعني كلمة رسالة ما كتير بحبها، بس يعني أنا من هاي المادة لشو بدي أوصل بإنفعالاتهم للعالم أو أسئلتهم، يعني كيف بدي خليه يشاركني المشاعر ويشاركني يعني الإنفعال عموما أو طرح الأسئلة يعني المحتملة، يعني إذا نجحنا بإيجاد هذا الفورم أو هاي الصيغة يعني أعتقد نكون عم نقترب باتجاه أنه نلاقي شيء يعني ما بعرف إذا كلمة مبتكر يعني مناسبة، بس يعني شيء نسعى أنه يكون جديد. دكتور خرجت عن المألوف بتقديم عرض مسرحي في مقهى، نقدم عروض في مهرجان الشارقة المسرح الصحراوي في الهواء الطلق في الصحراء. اليوم تغيير هذه الفكرة عن وجود خشبة مسرحية يتفاعل عليها الفنانين على المسرح والجمهور في مكان آخر، ماذا تخبرنا عن المكان المسرحي اليوم ونظرتك له؟ هلا مثل ما قلت لك، هلا انت حضرتك يعني حكيتي عن عرض سويته في مقهى، بالواقع هو عرض اسمه الأرامل لكاتب بولوني اسمه بروجيك يعني، والعرض هو يعني انه على اساس في مقهى طبعا على المسرح هو يعني بالمكتوب يعني،
أنا اتخذت قرار أنه ساوي في مقهى يعني وقعدت جمهور على طاولات يعني وفي شخصية نادل هو العرض يعني وأيضا النادل بخليه يعني يحكي مع العالم ويقدم طلباتهم يعني بشكل طبيعي ليشاركونا العرض وكانت تجربة يعني ملفتة جدا جدا يعني بوقتها يعني هذا ساويته على ما أعتقد بال 2013 يمكن بكل الأحوال أكثر من تجربة من هذا النوع حاولت أنه يعني اخرج من هاي هذا مثلا العميان طلعت الممثلين من النهر وباتجاه الخارج وبعدين صاروا جمهور محيطين فيهم وعم يمشوا سوا مع الجمهور فتحول عمليا جمهور لانه صاروا هن الدال يعني الجمهور صار هو اللي عم يدلهم للهي بس انت لما بيختلطوا ما تعرف مين الاعمى يعني هل الجمهور ولا الهي وبالتالي بيصيروني جزء من السؤال بالمهرجان هون بالمسرح الصحراوي بالحقيقه يعني انا كان ملفت بالنسبه لي وهي مغامرة جدا يعني خطيرة بالنسبة لي بالأصل ما كتير عندي فكرة بالحقيقة عن طبيعة المكان لو شفته أنت بالصور بس بدالي وكأنه إنه تصوير تلفزيون هيك بس يعني ما تخيلت إنه لا هو هيك بمساحته بعالمه فهي مغامرة رائعة مدهشة يعني ساحرة ما هيك لكن أنا سؤالي أو يعني الطرح اللي بدي أطرحه هو للتداول يعني وراح اطرحه بهذا المكان يعني الفكره من الاصل لما تم التواصل معي انه البحث عن حكايه نتحدث فيها مع هذا الجمهور يلي مستهدف وهي بهي المنطقه الصحراويه وليس في يعني داخل المدينه وانما بهي المنطقه وبالتالي انت في جمهور متنوع يعني الاعمار متعدده ثقافة متعددة متنوعة وبالتالي نحن نحتاج لحكاية لها علاقة بهذا المكان كويس إذن هذا يتطلب مني ما كنت أقوله في البداية أنه روح أكثر باتجاه أنه اقترب منه للجمهور بهيك مساحة مفتوحة فيها جانب كتير رائع يشعروا فيه المتلقين وهن عم يفوتوا وهن عم لكن هو بنهاية المطاف وأنا أتفهم كتقنية يعني الحقيقة أنه يمكن ما يكون بهي البساطة اللي عم أقوله لكن عدنا أنه صار في يعني مكان للجمهور ثابت وفي مكان للممثلين بالرغم أنه مفتوح ومدهش حقيقة لكن أيضا يعني هو صار مكان ثابت مع الزمن خلال الفترات القادمة مع التوالي يعني المهرجان عروض هذا المهرجان من هون لفترة طويلة آمل بأنه يعاد النظر في هذا الشأن ويعني لربما بدل ما يكون يعني من ناحية واحدة الجمهور قد يصبح من ثلاث نواحي أو يصبح من بالمواجهة أو يصبح شكله دائري لو بكل هاي المساحة أو إيجاد حل ما يعني مش بس نقعد يعني بهاي الطريقة الثابتة غير هيك في شيء مدهش بالنسبة لي بعلاقة المتفرجين بهذا المكان المفتوح يلي تشعر بأنك أنت عم تشتغل سينما تشعر بأنك عم تشتغل يعني شيء هيك فعلا شرح هيك غير مألوف ومدهش يعني أنا بتمنى أنه طبعا أنا يعني لو كنت شايف المكان سابقا كان كل تفكيري كنت أعادة النظر في كثير من المسائل بما يخص العرض اللي سويناه يعني لكن عموما يعني هذا هو المطلوب على ما أظن آلية التفكير يلي بدأت أتصور هيك من بضعة سنوات لصناعة هذا النوع أو هذا المهرجان الصحراوي الغاية منه هذا التواصل على ما أتصور يعني الحكي عن موضوع تمس هؤلاء في هذا المكان يجي لعندهم نتواصل معهم ونبني هاي العلاقة الحميمة بين المرسل والمتلقي تتطلب خلال الفترات خلال السنوات القادمة يجب تطوير هذا الجانب لحتى نعمل هاي الفكرة تكون أقرب ل للاستراتيجية عفوا نضع استراتيجية لنصل للفكرة اللي انطلق فيها المهرجان. أخيرا دكتور اليوم في هذا الوقت تحديدا مع كل
هذه المعلومات الموجودة مع كل هذا التوجه التكنولوجي والتقني، كيف بإمكان المسرح أن يستمر في خلق وعي أفضل بالنسبة لمن يقوم بهذا العمل المسرحي أو حتى بالنسبة للمتلقي؟ لا بتعرفي أنا راح أحكي، راح أرجع للتطرف تبعي، أنا متطرف بعلاقة المسرح مع الجمهور. أنا بالنسبة لي المسرح قديش عم أحكي عن الجمهور وعلاقته مع الهي، بنفس الوقت أنا أعتقد أن الجمهور أو المسرح هو ليس للكل وإنما لمن يرغب، يعني أنه إذا كان طفل ولا كان نجار ولا يعني مو قصدي أنه والله أنه نخبة العالم آلية، لا 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 لا، لكن يجب أن ترغب أنك تشارك المسرح، يعني فإن لألك بشتغل لك أنا، لأنه أنت بدك تروح على الخشبة، يعني أنت بدك تروح تحضر عرض، شايفة كيف؟ وبالتالي التكنولوجيا بفترة من الفترات، يعني خليني أقول من 10 سنين وجاي، هي صنفت هؤلاء، يعني بالواقع يلي عادة بيروح بيحضر مسرح بس هو يعني بيروح بيحضر لأنه يعني ما بعرف شو بدي أعمل، فبروح بحضر عرض مسرحي، هذا ما عاد يروح، بس هذا أنا ما بدي أجي، لأنه هو يروح على المحل اللي بدي بيحب يروح عليه، بجوز يفضل يروح على كافيتيريا يعني مالي فيه ويفتح انترنت هنيك يعني. لا أنا بدي اللي يلي بيقول مع أنه في مباراة كرة قدم بس في عرض، والله خليني أروح أشوف المباراة بعدين يعني. وبالتالي أصبح يذهب إلى السينما، لقاعة السينما يعني، مش بيحضر على اللابتوب، يلي بيحب هذا الطقس، وهذا من مصلحة السينما، بيروح على العرض المسرحي بده يقعد يشوف عرض المسرحي، هو من يعشق هذا الطقس، وهذا من مصلحة المسرح. هن أقل إيه، بس هن المؤثرين، لأنه يعني أنا من وجهة نظري أنا بساوي عرض مسرحي ليس للتأثير في العام وإنما بالتأثير بمن يؤثر على العام، وبالتالي هدول بدي إياهم أنا يجوا عندي على العرض المسرحي. عرفتي؟ طيب هلأ كيف بدي استفيد من التكنولوجيا؟ أنا فرصة من ذهب، أنا فرصة من ذهب إنه أنا بستخدم كل التكنولوجيات الممكنة لإيصال المعنى يلي أنا ما كنت أحسن وصله من زمان، ويعني بجوز ما كان عندي البروجيكتور المناسب، اليوم عندي، يمكن ما كان عندي فرصة إنه أعمل شيء عرض لايف يعني خلال العرض، هلا صار فيني أعمله، فيني أنا عم بالإنترنت أدخل بالعرض وساوي أشياء، يعني عشرات المحتملات إن كانت تخدم العرض المسرحي أصبحت ممكنة تكنولوجيا، وهذا لمصلحتنا يعني، على شرط إنه ما تكون هي الغاية، تكون هي الوسيلة للتعبير عن الأفكار يلي أصلا أنت بدك إياها. لهيك من شوي لما حضرتك عم تحكي لي على انه نزلنا لتحت الارض بعرض المهاجران، عرض المهاجران كان لمبة يعني، ما في بروجيكتور، ما استخدمت، مع انه كان فيني انه احط الكترونيات ولمبات لا، بس هو لا يتطلب، هو يتطلب انه يكون في هاي اللمبة فقط، وهدول الاثنين اللي قاعدين تحت الارض عم يحكوا آلامهم وآلام الاخرين. لما بحاجة التكنولوجيا استخدمها لخدمة الفكرة يلي أنا بحاجته، وبالتالي بالعكس لازم نستخدم التكنولوجيا، يعني مو تسرقنا التكنولوجيا، لا هي بجيبها لعندي. شكرا لك دكتور سامر عبراء على وجودك معنا في حلقة اليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لوقتك. شكرا. نلتقي مشاهدينا في حلقات جديدة.